وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وبعد، قال الله العظيم في كتابه الكريم: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قلت لأحد الزعماء السياسيين بعد سقوط طاغية بغداد: في العراق حاءان ونحتاج إلى حاء ثالثة. حاء الحرية موجود، فالناس تحرروا من الطاغوت. حاء الحماس موجود، وهذا ما نجده في الشارع منذ ذلك اليوم وإلى الآن. لكن الحرية والحماس مدمران إذا لم يكن معهما حاء الحكم. الحكمة، كنا في بدايات الدراسة كانوا يقولون الحكمة أن تضع الشيء في مكانه، لكن الحكمة أوسع من ذلك كثيرا. الحكمة مثل النور الذي من دونه لا يرى الإنسان شيئا، وقد يصطدم يمينا ويسارا، لأن النور هو الذي يوضح الأشياء. والحكمة من نعم الله، الحكمة موهبة، ورب العالمين كما يخلق كثيرا من الأمور في جميع الناس بشكل متساوي، نحتاج إلى تنميته. العقل مثل النبات، الله يعطي لجميع الناس مقدارا من العقل، بعضهم ينمي هذا العقل من خلال التعقل، من خلال التفكر، من خلال التلاقح مع عقول الآخرين، فيصبح عقله كبيرا، وبعضهم يهمل عقله فيبقى هذا النبات ضحلا صغيرا، ومن ثم يأتي إلى الدنيا كما يرحل عنها، لا يزيد في عمله، في موقفه، في عقله شيء. أساس الحكمة من الله، لا شك في ذلك، لكن الله يعطي للبعض كثيرا منه ويعطي للبعض قليلا منه. ما هي الحكمة ولماذا نحتاج إليها خاصة في العراق؟ وأقول خاصة في العراق لأننا لا نزال نعيش مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى الفوضى. فإذا كانت هنالك حكمة يكون كل شيء في مكانه، وإلا يصطدم بعضنا ببعض إلى أبد الدهر. هذا التحارب الذي نجده هو نتيجة قلة الحكمة، إما من هذه الجهة أو من تلك الجهة. أساسا في رواية معروفة عند الجميع: الحكمة ضالة المؤمن. إذن احنا مضيعين الحكمة، الحكمة ضالة، احنا مضيعيها. يأخذها حيث وجدها، خذ الحكمة ولو من أعناق الخنازير. من يعطيك فكرة صائبة خذ بها، لا تنظر إلى من قال، انظر إلى ما قيل. أن يزن الإنسان الأمور بموازينها الصحيحة، أن يهتم بالبدايات وأن يهتم بالنهايات، وأن يفكر في العواقب، كل هذه من أسباب الحكمة. يعني الحكمة حينما تكون عندك، بداية عملك تكون سليمة، بداية بنائك يكون سليما. وكما يقول الجميع أن البناء
هو من أساسه، إذا كان الأساس معوجا فإن البناء ينمو معوجا. وإن كان عيسى ابن مريم سلام الله عليه يقول إن الأنبياء من قبلي كانوا يقولون إن أهم حجر في البناء هو الحجر الأول فيه، ولكنني أقول إن أهم حجر في البناء هو آخر حجر فيه، يعني البداية والنهاية. نحتاج إلى الأساس السليم ونحتاج إلى البناء السليم أيضا. ما هي الحكمة؟ حسب القرآن الكريم كما يقول في سورة لقمان، وحسب الظاهر لم يكن لقمان نبيا لكنه كان حكيما، ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. الحكمة يعني الشكر. كيف؟ أنت حينما تعرف المنعم وتعرف النعمة وتعرف أنك منعم عليك، تعرف الحقيقة كلها، حينما تعرف أن ما أنت فيه نعمة من الله فالله هو الذي أعطاك، وتعرف هذه نعمة لا بد أن تتعامل معها كنعمة يمكن أن تؤخذ منك. بعض الناس يعرفون يصعدون بس ما يعرف ينزل، هذه مشكلة السياسيين عادة، إذا صعد على الكرسي ما ينزل إلا إذا واحد إجا قلب الكرسي وهو عليهم على بعض. نعرف نصعد وننزل، رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ندخل بسرعة سهل، بس الكلام شلون راح نطلع؟ الإمام علي سلام الله عليه في بدايات معركة الجمل كان أصحابه يلحون عليه بأن يبادر إلى الجماعة ويحاربهم، فكانت كلمته المعروفة يقول أنه البداية في الحرب غير النهاية. تأتي دولة قوية بجيشها بمخابراتها بأسلحتها بجنودها، خلال 20 يوم يسقطون نظام، هذا النظام سقط خلال 20 يوم. لكن الدخول سهل، شلون تطلع؟ كل الحروب التي وقعت في التاريخ لم يكن مخططا لها كل شيء، لا يستطيع أحد أن يخطط نهاية الحرب. انظروا الإمام علي في معركة الجمل انتصر، لكن انتصار الإمام في معركة الجمل أدى إلى مقتله في المحراب. من معركة الجمل التي انتصر فيها أمير المؤمنين تولدت معركة صفين، من صفين النهروان، من نهروان ابن ملجم الخارجي قتل الإمام في المحراب. الدخول الشكل والخروج الشكل ثاني. الحرب العالمية الثانية بريطانيا كانت رأس الحرب في مواجهة النازيين، وكان شعار تشرشيل رئيس الوزراء البريطاني هو فيكتوري، هذه علامة في بالإنجليزي انتصار، وانتصرت بريطانيا لكنها انتهت كإمبراطورية لا تغيب عنها الشمس. غابت عنها الشمس والقمر والنجوم جميعا، أصبحت بريطانيا تابعة لأمريكا. الدخول في الأمر ربما يكون سهل، بس الخروج كيف؟ هذا هو الأمر الذي لا بد أن يحسب الإنسان له حسابا في كل صغيرة وكبيرة. ولقد آتينا لقمان. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني ومن كفر فإن الله غني حميد. سبحان الله، كل الآيات التي تحدثت عن الشكر تحدثت عن ضد الشكر أيضا، ورب العالمين يهدد من لا يشكر.
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. في هذه الآية المباركة في سورة لقمان حيث يفسر الله عز وجل الحكمة بالشكر لله أيضا يهدد ومن كفر فإن الله غني حميد. الله ما يحتاج إلينا، الله ما يحتاج إلى شكرنا، لكن الذي لا يعرف الشكر يعني لا يعرف المنعم، لا يعرف الله الذي خلق حقيقة هذا الكون من لا شيء، لا من شيء خلق ما كان، ولا يعرف أن هذه نعمة، هذه نعمة لابد أن يشكر الله عليها، ولا يعرف أنه مجرد منعم عليه، نعمة رب العالمين أعطى وليس أكثر من ذلك، لا يختلف عن بقية الناس. نبحث عن الحكمة في كل مكان وفي كل شيء، الحكمة في الحقيقة في كل شيء بحسبه. هنالك رجال حكماء في العلاقات العامة، ولكنهم ليسوا كذلك في العلاقات الخاصة، ليس حكيما في علاقاته الزوجية وإن كان حكيما في صداقته مع الناس. هنالك من هو حكيم حينما يكون في الشدة، يعرف قدر المنعم عليه وقدر النعمة، لكنه يفشل في الرخاء. كنت أقول دائما للإخوة نجحنا في امتحان الشدة وفشلنا في امتحان الرخاء، ما عندنا حكمة. مثل واحد طفل مرة واحدة يعطوه مبلغ كبير من المال لا يعرف كيف يتصرف، يشتري سيارة آخر موديل لامبرغيني ويسرع بها في الشوارع، يقتل له كم واحد ويقتل نفسه. هذه الثروة أصبحت ضد مصلحته لأنها لم تكن مع الحكمة. أن نكون حكماء يعني أن نفكر فيما قبل وأن نفكر فيما بعد، أن نفكر في العاقبة، العاقبة إلى أين نذهب، أين الحكمة في أمورنا. شوفوا إخواني كثيرا ما يقول أحدنا إجا في بالي فلان شيء، ما كان في بالي، إجا في بالي أفتح لي دكان، إجا في بالي السيد أن يأسس جامعة، مو من عنده، اللي خلى في باله منه، أنت ما كان هذا في بالك، إجا في بالك، شلون إجا في بالك؟ الحكمة موهبة إلهية. الذي ينجح في الجانب التجاري يقول والله إجا في بالي أفتح لي دكان، من خلى في بالك؟ أنا أتذكر مرة أريد أعبر شارع، هذا الشارع كان من طرف واحد، فنظرت إلى الجانب التي تأتي منه السيارات، ما شفت سيارة، كأن أحدا قال لي، هكذا نفسر نحن عادة، انظر إلى الجانب الثاني. خلال لحظات مر رجل كان راكب على موتور مسرع جدا، ولولا ذلك الذي أعطانيه الله عز وجل انظر هالجانب أيضا، خل في بالي انظر هالجانب لكنت من الهالكين. كثيرة هي الأمور التي تأتي في البال، من يضعها في بالك؟ ولذلك نحن غارقون في نعم الله، غارقون من جميع النواحي. والشكر على كل نعمة لا يمكن، يعني لو شكرنا الله على كل خلية من خلايانا لعله نحتاج إلى 150 مرة. قريت في الإحصاء أنه لو كل الخلايا نريد نحسبها ونفكر أنه في كل ثانية نحسب خلية، كم نحتاج من الوقت حتى نحسب خلايا أبداننا؟ مثلا 350 سنة لازم نحسب حساب الخلايا، وكل لحظة هم خلية. هذه نعم الله علينا، الله خلق كل إنسان وفي داخله مملكة كاملة، شعب ملايين مليارات من الخلايا الحية في داخله، فالحكمة من الله عز وجل، والشكر على الحكمة منك. لكن أكو نوع من العلاقة بين الشكر والحكمة، كلما شكرت أكثر كلما زادت حكمتك، كلما استخدمت الحكمة أكثر
كلما شكرت الله أكثر. أكو نعم كثيرة في هذه الحياة. يعني أنا قليل شايف أنه واحد يشكر الله عليها. مثلا نعمة الوجود ما كان شيء، حتى العدم ما نقدر نسميه عدم، لأن التفكير في العدم يسوي وجودي وعدم ما فيش. قرر الله عز وجل، أرادت حكمته أن يخلق الكون. هل شكرنا الله على خلق الكون؟ هل شكرت الله على خلقك؟ هل شكرت الله على أن خلقك إنسانا ولم يخلقك نبتة، حشرة، حيوانا، شجرة، جمادا؟ خلقك لكن خلقك إنسانا. هل نشكر الله على آبائنا وأمهاتنا، أبويا وأمي نشكر الله عليهم؟ هل نشكر على صحة آبائنا وأجدادنا؟ يقولون حينما تكون في صحة كاملة معنى ذلك أن أبويك كانوا سليمين وأجدادك إلى آدم كانوا سليمين. وإذا ما كانت أبدانهم، دا أتكلم أبدانهم ما كانت سليمة، فلعلك كنت مصابا بمرض، بعاهة من العاهات الموروثة بالوراثة محصلة، لكن أنت سليم، أبوك كان سليم، أجدادك كانوا سليمين. هل شكرت الله على ذلك؟ هل نشكر الله عز وجل على ما يعني؟ شوفوا أغلب الأدعية، لعل 99 من الأدعية الواردة عن النبي وأهل البيت تبدأ بالحمد، الحمد لله، دعاكم الحمد. دعاء الإمام الحسين سلام الله عليه في يوم عرفة حمد، ويعدد النعم واحدة بعد واحدة. كل هذه نعم الله. إذا خسرنا نعمة ننسى كل النعم. الله معطيك ملايين النعم لكنه سلب منك نعمة واحدة، ولمصلحتك سلبها، لأن الله ما عنده مصلحة، لمصلحتك سلب نعم. كان واحد في كربلاء اسمه حج جليل الكسائي. هذا الرجل كان عنده ولد واحد، كان عنده أملاك، كان عنده أموال، اعتقلوه في زمن الطاغية هو وعائلته. نقل لي أنه كان عندنا مقدار من الذهب، هذا الذهب شلناه ويانا وما دا يسفرون إلى خارج العراق. طبعا اعتقلوا ولده وراح ملح، لا أحد سمع عنه فيما بعد، ولد الوحيد اللي كان عنده. يقول في بغداد أخذونا إلى مكان إحنا مسجونين، هذا الشيء اللي كنا مخلي به ذهب رادوا يأخذوا، قلنا لهم لا هذا ما لنا فد شيء خاص، قالوا رجع عليكم. ما أدري كانوا عارفين أنه لعل في داخله ذهب أو شيء من هذا القبيل، يقول أخذوه. يوم اللي بدأوا يسفرون رجعوه علينا نفس الشيء بس مغلف، مثل ما أعطيناهم يا مغلف. ثم تركونا في الصحراء، وكان بعض مناطق هذه الصحراء ملغم، يعني الأرض كانت فيها ألغام. وحينما تكون الأرض ملغمة فإن الخطوة الأولى هي الخطوة الأخيرة، إذا واحد خلى رجله على اللغم راح. فيقول بالقوة وصلنا سالمين، فتحنا هذا شفنا بوزنة مخلين حجر، يعني وزن الذهب اللي أخذوه مخلين حجر مغلف. أنا رأيت في قم، مدينة قم المقدسة، كان راجع من تشيع زوجته وده يمشي، السلام عليكم، عليكم السلام، عظم الله لك الأجر. قلت له حجي ليش لا تمشي؟ قال لي أريد أوفر كم فلس، يعني مبلغ بسيط من المال يحتاج حتى يركب سيارة هناك، أريد أوفر. أنا حقيقة تألمت له، قال لا الحمد لله، الله مطيني مليون نعمة، اليوم أخذ نعمة واحدة بقية كلها موجودة، كل النعم موجودة. إحنا ننسى أن نعم الله مليئة بالكون، كل الكون من نعم الله. هسه في داخلنا شقد نعم، كم خلق الله نعم لنا في هذا الوجود، في هذا الكون. حينما يقتل الإمام الحسين سلام الله عليه، فاطمة الصغرى في الكوفة تلقي أول خطبة، ما الذي تقول؟ الحمد لله.
عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى. تحمد الله. قتل منها من قتل، خيرته من خلق الله، لكن هي تحمد الله. كيف رأيت صنع الله بك؟ ما رأيت إلا جميلا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. حتى لو نزل عليك مكروه، أكو عادة في العراق، عادة جميلة، إذا واحد راضي خبرك فلت خبر مو زين، مثلا والدة متوفية، والدته متوفية، زوجته يقول الحمد لله والدي توفى. حتى بعض الناس تعجبون، ليش لا يحمد الله؟ طبعا يحمد الله، يحمد الله لأن بقية النعم موجودة، يحمد الله لأن هذه أيضا نعمة، رحيلنا عن هذه الحياة نعمة. هل نشكر الله على أنه خلق الكون على الحق وعلى العدل وأنه ينتقم من الظالمين؟ هل نشكر الله على أنه خلق الجنة والنار؟ هل نشكر الله على الثواب والعقاب؟ كل هذه نعم، لكن احنا عادة مشغولين بالأمور البسيطة. إذا فد واحد فد خسارة مختصرة صارت عنده في مكان ما، يجزع ولا يحمد الله على ذلك. قال أحدهم: دخلت مجلس، هذه قصة قديمة، فرأيت رجلا أقرع الرأس، أعمى العينين، مشلول في إيده ورجله، مشوه، وهو يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه. احنا عندنا رواية، إذا واحد شاف واحد صاحب عاهد يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، ولو شاء لفعل. أنت يوم اللي تشوف الجنازة فكر، يمكن أنت في الجنازة، أنت في التابوت، لعله أنت الميت. فعلى كل حال يقول: تعجبت، قلت لصاحبي هذا شبيه يحمد الله على ماذا؟ قال: اسأله، اسأل قصته. فجئت إليه قلت: ما قصتك؟ قال: كنت رجلا تاجرا وأردت أن أنتقل من مدينة إلى مدينة، فأخذت معي ما عندي من أموال، والأموال كانت عبارة عن الذهب والفضة، فأخذتها في صندوق وحملت زوجتي وولدي الصغير على ناقة لكي ننتقل إلى المدينة الأخرى. في الطريق كان هنالك سيل، السيول أنا شايف بعضها، ممكن العمق مو كثير بس المي قوي، ولذلك واحد ما لازم يدخل في سيل وإن كان سطحي، يعني كذا سنتيمتر من المي، ما دام هو سيل لازم تحسب حسابك، يمكن تسقط وما تقدر تقوم. يقول: كان في السيل بسيط، الناقة مشت داخل السيل، الصندوق سقط، زوجتي سقطت، زوجتي راحت، صندوق المجوهرات أو الذهب والفضة أيضا راح. طلعنا من ذاك الصوب والناقة تمردت، قامت تركض. أنا فكرت: إذا أبقى هالشكل في هذا الصحراء سأموت من الجوع والعطش. خليت ولدي على القاع، ركضت وراها إلى أن لقيتها وجبتها. من بعيد شفت ولدي ذئب مشغول به، إلى أن وصلت إلا كان ولدي ميت، فأخذته جثة على الناقة ورجعت. وين أروح الآن؟ كانت عندي أموال يمكن أشتري بها بيت في المكان الذي أذهب إليه، أفتح لي تجارة. على كل حال كل هذه خسرتها ومعي جثة ابني. بس ما وصلنا للبلد، نزلنا، الناقة للجوع للعطش للتعب ما أدري ليش ضربتني برجليها وفعلت مما فعلت. قلت: على ما تحمد ربك؟ إذا كل هاي الأشياء أخذت منك زوجتك وابنك وكل ما كان عندك من ثروة ومع ذلك تقول الحمد لله؟ قالت: ما الذي ترك الله لك؟ قالت: ترك لي قلبا، قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا. اذكر الله، اقدر احمده، احمده. هسه احنا واحد من عندنا فد خسارة بسيطة تصير عنده، ولعل الخسارة من منفعته، لان الربح والخسارة وجهان لعملة واحدة، لا ينجح احد الا اذا خسر. ماكو عندنا فد خط مستقيم واحد دائما ينجح، تنجح تفشل تفشل تنجح إلى آخره. الطفل الصغير يوم يريد يتعلم
المشي 100 مرة ربما يسقط، لكن بالنتيجة يتعلم يوقف على رجليه ويمشي. يقولون أن زرافة حينما تلد المولود مالها، المولود ضعيف جاي من داخل الرحم ساقط على الأرض، الزرافة تضرب هذا المولود برجلها، يحاول يقوم يسقط مرة ثانية، مرة ثانية تضرب، مرة ثالثة، مرة رابعة، إلى أن الزرافة الصغيرة تستطيع أن تقف على رجليها. بعض الضربات اللي نتحملها في الحياة مثل الزرافة، لازم نتعلم من عندها، مو نستسلم إلها. الله عز وجل يبتليك بالخسارة، يبتليك بالفشل، يبتليك بالمرض، كل هاي الأشياء ممكن رب العالمين يبتليك بها، لكن لازم تعرف، لازم تقوم على رجليك، لازم تتعلم. اللي ما يتعلم من خسارته، ما يتعلم من فشله، ما يستحق شيء. لازم نتعلم، مو دائما نكرر الفشل ونكرر الخسارة. خسرنا يوم اللي ابتعدنا عن التعاون فيما بيننا. في البدايات كان هناك تعاون، والناس أيضا كانوا أيضا عادة ما كانوا يسمعون كلام السياسيين. في الانتخابات الأولى كم جت من الأصوات، كم من الناس شاركوا، خلينا نقدر هذا الشيء. أما واحد ينطح الثاني، واحد يضرب الثاني، معناه نحن كفرنا بالنعمة. النعمة إذا كفرت ولت، بعد ما تعود. لازم نحافظ على النعمة. الحفاظ على النعمة مسألة مهمة. الذي أعطاك يريد منك أن تشكره، ليس فقط باللسان، لسان جزء من الشكر، بالقلب، أن تعرف أنك منعم عليك. احنا ما نقدر نشكر الله، ليش؟ لان كل شكر يستحق شكرا. اذا وفقت لكي تشكر الله، هذا التوفيق يحتاج الى شكر. فمتى تشكر نعماؤك يا مولاي؟ في هذا الدعاء اللي بعد الصلاة في زيارة الامام علي بن موسى رضى سلام الله عليه، فالدعاء جدا حلو. اكو يا الله الدائم في ملكه القائم في كل الاخر، ومن شكرك يشكر الشاكرون. متى تحمد؟ متى تشكر يا رب؟ أما واحدنا يشكر الله بلسانه ويظن أن له حقا على الله لأنه قال شكرا. الله يرحم جدنا المرحوم مرزا مهدي الشيرازي رحمة الله عليه، كنت صغيرا أحيانا نحضر في بيتهم، كل لقمة يريد يشيلها يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بس يواش طبعا، بعدين يوم اللي يأكل يقول الحمد لله رب العالمين. تبدأ ببسم الله وتنتهي بالشكر. كل لقمة، كل شربة ماء تشربها يمكن أن تغص بهذا الماء وتموت. وكان عندنا رجال ماتوا بسبب الغصة، يعني لقمة أكلها بدل ما تدخل في المعدة دخلت في مجرى التنفس، قام يقح ويقح ومات. كم نفس نتنفس يوميا؟ أكو طبعا إحصاءات أن الإنسان كم مرة يأخذ شهيق زفير كم مرة. شوف إيش قد عليك من الشكر لله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شلون؟ العين نعمة، اليد نعمة، حصيتها، عينان نعمتان، يدان نعمتان. لا، من يوم اللي فتحت عينك أكو مدد دا يجيك حتى تشوف، يعني هذه نعمة مستمرة. الآن قلت الحمد لله على ما أنعم الله علي من النعم، من نعمة العينين الآن قلت، بس بعد لحظة هذه نعمة جديدة، هذه عين جديدة تشوف بها، إيد جديدة، قوة جديدة، طاقة جديدة. مثل هذا الكهرباء اللي يجي في الأسلاك، أنت تشوفه كأنه شيء ثابت، لا، أكو طاقة كهربائية تيجي دائما، ولذلك هذا يبقى منور. إذن الحكمة موهبة إلهية لا بد أن نطلبها من الله عز وجل. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. لكن الذي يكفر الله يأخذ النعمة من عنده. أكو أمم كثيرة كانت عندهم نعم وخسروها. أتذكر حضرنا مجلس لسماحة السيد حفظه الباري، أستاذنا وأستاذ جيل، حقيقة جيل تعلموا على يديه في أيام مدرسة الإمام الصادق، كان يعلم الصغار في الصفوف الأولى في المدرسة ثم ثانوية،
وفيما بعد في الحوزة كان يدرس، وكان لي شرف حضور بعض دروسه، وفيما بعد مجالس، يعني كتلة من النشاط الديني منذ أن عرفنا سماحة السيد. صعد على المنبر بعد إخراج القوات البعثية من الكويت، كان الجماعة كويتيين قاعدين، قال لهم تدرون إحنا ابتلينا بصدام 30 سنة وبعدنا مبتلين، كان بعد صدام موجود، بس أنتوا 9 شهور ليش الله خلصكم من صدام بهذه السرعة؟ قال لأنكم تساعدون الآخرين. عادة الشعب الكويتي عندهم إيد في كثير من المشاريع في العالم، عادة الله حفظهم، حتى صدام المجرم حينما يدخل ما يقدر يبقى إلا 9 شهور. رامسفيلد وهو وزير الدفاع الأمريكي اللي كان في زمن الحرب العراقية الإيرانية هو الوسيط ما بين صدام وما بين الأمريكيين، هو نفسه يصير وزير الدفاع ويجيب الجيش ويسقط صدام، هذا الشغل الله عز وجل. لكن ايش عجب أخرج من الكويت؟ لأن الكويتيين كانوا يساعدون الناس، الكويتيين الفقراء أتكلم، ما أتكلم عن الحكومة، الكويتيون كانت لهم يد في مساعدة. هاي نعمة أن الله يوفقك حتى تعطي، أن تعطي من علمك، أن تعطي من مالك، أن تعطي من جهدك، التوفيق خاص، ما الله يوفق كل الناس إلا. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، الله يقول كثير، يعني إذا كان لسانك شاكرا لله عز وجل فإن هذه نعمة إلهية أعطاك خيرا كثيرا. أحدهم كان يقول أنا أصبت بفقر مدقع حتى أنه أيام شهر رمضان فكرت أن زكاة الفطرة من وين أستقرض، حتى ما كان أحد يقرضني. يقول فكرت مع نفسي شنو أسوي حتى رب العالمين يبدل فقري إلى غنى، فقلت أشكر الله على ما أعطاني من النعم. بعض الناس اللي أنا أقعد وياهم بالسيارات السواق عادة أتكلم وياهم، في بعض الدول بس ما تقول له شلون الأوضاع يقول الحمد لله، وإذا وضعه مو زين يقول خليها مستورة، يعني لا تسألني أكثر من هذا، وضعي مو تمام بس الحمد لله. بعضهم كلمة وكلمتين يقوم يدربهم يجيب النواقص اللي عنده. ركبت يوم سيارة تاكسي أول الصبح فقلت له شلون الأحوال؟ قال مو زين في دولة من الدول مو في العراق. قلت له ليش؟ قال ابن عمي عنده قصر، ابن خالتي عنده تجارة، ابن كذا. قلت له أنت بارحة بالليل نايم؟ قال إيه. أنت نمت يعني نمت تعشيت؟ قال إيه. الصبح متريق فطريت؟ قال إيه. قلت له المكان اللي أنت بيه ويا أهلك؟ قال إيه. قلت له شنو شقة؟ قلت له الشقة ملكك؟ قال إيه. قلت له سامع الله عادل؟ قال إيه. قلت له الله ما يعمل بعدالته بالنسبة إلي وبالنسبة إلك، 100 مليون في الهند فقراء لا عندهم بيوت ولا عندهم شيء. يقول أنا هنا ولدت، ابنها ما هناك ولد، الصبح سيارة البلدية تجي وعندهم فرد عصاية طويلة ما أدري من حديد من خشب، اللي نايم الشكل يضربوه بخاصرته، إذا تحرك هذا حي ما عندهم شغل، إذا ما يتشيلوا يذبوه بالسارة. قلت له لك 100 مليون لا عندهم بيوت ولا عندهم عشاء ولا عنده غداء ولا هم يحزنون، وانت عندك كل الأشياء، أول ما أسألك تقوم تدردم؟ انظروا في النعم إلى منو؟ في المصائب في المشاكل، انظر إلى من هو فوقك يعني عنده مشاكل أكثر من عندك. في النعم بالعكس، ليش أنت في النعم تقوم تدردم تشوف اللي عنده قصر وانت عندك بيت، عنده سيارة ما أدري لامبورغيني وانت عندك سيارة عادية؟ لماذا هذا؟ علينا أن نشكر الله في كل شيء ودائما وأبدا. شوف شلون حالتك تتغير، ابدأ اشكر ربك وانت تمشي بالشارع، سبحان الله الحمد لله، اذكر ربك بالشكر، اذكر ربك بالحمد. وإذا عرفنا أن هاي النعمة قد تهرب منا، النعمة وحشية إذا ما قدرت تحافظ عليها تشرد من عنده وتروح بعد ما ترجع. حافظوا على النعم بالشكر،
وحتى في المصائب قل إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى لا تتواتر الأحزان عليك. مات لك عزيز قل إنا لله وإنا إليه راجعون. إذا ما قلت يمكن هذا العزيز اللي مات واحد والعزيز الثاني هم يموت والعزيز الثالث هم يموت. كان المرحوم عبد الهادي الشيرازي يقول أنا في كل شيء كل حدث يقع أنظر إلى الجانب الإيجابي، أشوف هذا الجانب الإيجابي كبير كثير، يعني مو كله سلبي. قال له سيدنا فلان يوم مات فلان واحد من أقربائك وترك أطفال صغار، وين الجانب الإيجابي في موته؟ قال الجانب الإيجابي أن هذول الأطفال الصغار بسرعة يكبرون يتحملون المسؤولية ويكونون رجال. هذا الجانب، وياكو جوانب إيجابية في الحياة. إحنا ننظر إلى الجانب السلبي، نفوسنا تنقبض، نفسياتنا تكون هابطة، لأن ننظر إلى ما ليس عندنا، لا ننظر إلى جمال الحياة، إلى نعم الله في الحياة. مثل واحد يمشي في سيارة، جانب من الشارع مستنقع، جانب الآخر عبارة عن مزارع ورود جميلة ريحة طيبة. أنت إذا نظرت إلى جانب المستنقع قلبك ينقبض، لكن إذا نظرت إلى الجانب الآخر بالعكس تنشرح. انظر إلى هذا الجانب، انظر إلى ما عندك، إلى ما أعطاك الله عز وجل. احمد الله على أولادك، احمد الله على آبائك، احمد الله على خلق الكون، على خلقك، على خلقك إنسانا، على خلقك ذكرا كما يقوله الإمام علي سلام الله عليه للنبي حينما قال أشكره على أن خلقني ذكرا. عندي فت كتاب حول أخلاقيات أمير المؤمنين، أهديته لواحد من الأطباء في مشهد الإمام الرضا. اتصل بعد كم يوم قال عايز وإيشي قرأت الكتاب، قال شنو هالروايات الكذب اللي السيد ذاكرها؟ قلت يا رواية. قال تقول شلون واحد يحمد ربه أن الله خلقه ذكرا وهي أنثى زوجته يعني؟ قلت يا مخلت أشكر الله أنه خلق الله أنثى، شنو بي يعني؟ أنا خلقني ذكر أشكر الله، هي أم خلقها الله أنثى خلت أشكر الله؟ ليش ما تشكر الله؟ كل واحد يشكر بالنعم اللي الله طائلة. على كل حال نعم الله في كل مكان، في نفوسنا، في الخارج، في كل شيء نعم الله. خلنا نذكر الله. عندنا رواية تقول أن الذي عنده حاجة من الله إذا لم يطلبها من الله لكن ذكره، يعني عندك بالامتحانات الشباب عادة يسألون والله إحنا في الصف السادس ادعوا لنا بالنجاح. أنا طبعا أقول لهم عادة الله ينجحكم آخرة ودنيا ليس فقط دنيا، أهلا وسهلا. لكن بدل ما تطلب من الله النجاح في الامتحانات قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت مريض وتطلب من الله الصحة والسلام قل الحمد لله رب العالمين، استغفر الله ربي وأتوب إليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله يستجيب لذكر، حينما تذكره بعد ما يحتاج تذكر الحاجة المهوب حالي يغني عن سؤالي، ما أسأل بس أذكر الله وهو الذي أنعم علي ما أنعم. من نعم الله الذين أجر الله نعمه عليك بواسطته، من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نعم الله علينا جميعا، الأئمة من نعم الله، الحسين نعمة كبرى علينا، هو تحمل ما تحمل ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هاي نعم كبيرة الله أنعم بها علينا. الآن فد سيارة اندعمت، ما أدري فد خسارة صارت عندي، فرد فشل في مكان، هذه مو نعم كبيرة. الحمد لله على نعمه التي تطرى علينا دائما. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله، لأن مصدر النعم هو الله. وإن كانت النعم تجري على أيدي العباد، تروح الطبيب يكتب لك دواء وهذا الدواء ينفعك تقول له شكرا، إذا ما تشكره غلط.
صحيح أنه يعمل ذلك في سبيل المال، في سبيل ما يحصل عليه، بس حتى هذا أشكره. أي واحد شفته بالطريق توخر شوية بقوله أحسن، سيارة توخرت شكرا. صغير وكبير ما يقدمه الناس بعضهم لبعض فإن هذه من نعم الله التي لا بد أن نشكر الله عليها، ولا نشكر الله عليها لا يقبل شكرنا له إلا إذا شكرنا اللي أجدت النعمة عن طريق إلينا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.